ربنا يسوع، أنت أعلنت لنا الله في ذاتك، فأنت هو الله المنظور لنا والمسموع. كل صفات الله التي سمعنا بها سماع الأذن رأيناها فيك. صفات الله، كل ما كانت البشرية تشتهي أن تعرفه عن طبيعة الله أعلنتها لنا في ذاتك. كنا نتحرك شوقا بين أنفسنا أن نعرف ما هي أفكار الله عننا، كل واحد في وضعه وفي حالته، المريض، المتألم، المظلوم، الخاطئ. فعرفناها ولمسناها في كلماتك مع السامرية والكنعانية والأطفال الصغار. أتكلم عن إحساس، عشت مع السامرية جدا، عشت مع الكنعانية كتير، وعشت مع الأطفال، وحسيت بيهم هم في حضن المسيح، واحتضنهم ووضع يده على رؤوسهم. ولمسات يدك وعطفك الفائض على الأبرص والمشلول والأصم والأعمى، كلها أحسسنا بها ففرحنا بالله إن كان الله هو أنت. كان كل إنسان منا يسأل ما هو شعور الله الخاص من جهة إنسان مولود أعمى. فعرفنا ولمسنا شعور الله في كلمات حبك ولمسات يدك على عين الأعمى. عرفنا ولمسنا شعور الله في كلمات حبك ولمسات يدك على عين الأعمى. كنا نسأل في خجل حذر كخجل الأطفال، هل الله سلطان على الرياح العاتية وأمواج البحر الهائجة يقدر يتسكتها؟ خيالات أطفال. فلما انطهرت الريح وأبكمت البحر بكلمة سلطانك وهدئ ذلك وصمت ذاك، فرحنا بسلطان الله المنحاز لجبلتنا فيك. كنا نسأل هل الله يعتني بإنسان تائه في بريه جائعا عطشانا؟ فلما أشبعت الجموع في البريه من خبزات الشعير الخمس والسمكتين الصغيرتين وفاض عنهم وسقنا بحنان الله في حنانك في حنانك، وتمثلت في مشيئتك كل مشيئة الله من نحونا. كنا نسأل هل موازين الله كموازين البشر؟ يعني هل الخاطئ المنبوذ عند الناس يكون كذلك حتما عند الله؟ فلما قلت للزانية اذهبي بسلام أنا لا أدينك، تأكدنا أنك أنت الله ولست إنسانا مثلنا. وليك الحاكم جاي. ترى ما لا نراه وتحكم بما هو فوق أحكامنا، ففرحنا أن لنا عند الله رحمة غير موجودة عند بني. سلطان
سلطان الموت علينا كان ينازع سلطان الله في إيماننا، وكان يرعبنا. فلما أقمت الميت من القبر بعد أن انتن، عززت إيماننا بسلطان الله، وأمنا أنه سلطانك، وتراجع الموت بسلطانه. ولكن إن كان بعد أن أخليت ذاتك من مجد لاهوتك قد عجزنا أن نلاحق صفات الله فيك، كبيرة كبيرة واضحة في الحب والحنان والوداع والاتضاع، بل والقوة والسلطان والمعرفة الفاحصة لما وراء الزمان وما خفي في أعماق الإنسان. فماذا نحن يا رب عاملون إن أردنا أن نصفك قبل أن تخلي ذاتك من مجد لاهوتك، أو بعد أن أكملت رسالتك في تجسدك واستويت على عرش مجدك؟ سكنا عاجزنا، عدنا نوصف اللاهوت اللي فيك بعد أن أخليت ذاتك، هنرتفع ازاي لما هو قبل اخلائك لذاتك لكي نصفك في مجد لاهوتك؟ استحاله. شيء واحد يتراءى امامنا عن يقين، ان كان الله الذي لم يره احد قط مثلك فهو اله صالح يقدر بنا ان نحبه ونعبده فيك من كل الفكر والقلب والنفس وكل القدرة. إن كان الله هو وحده القادر على تفتيح أعين العمر وإقامة الموتى من القبور، فأنت هو الله بالحق والحقيقة. وإن كان الله وحده الذي له أن يغفر خطايا العالم كله ويمسح الذنوب والأثام عن بني الإنسان جميعا، بل ويرفعها بكل ثقلها من القلب ومن الضمير، بل ويغرس عوضا عنها القداسة والكمال، الله وحده، فالذي عملته يثبت أنك أنت هو الله. يا سيدي يسوع المسيح، أنت وحدك الذي قدمت بذاتك أعظم تعبير عن الله، وحملت أصدق وأجمل صفات الله، وعملت أجل أعمال الله، بل ومارست حبه من نحونا وأكملت سلطانه. يا سيدي يسوع المسيح، قول واحد أخير أقوله لك، نحن وجدنا الله فيك، وأنت وحدك الجدير أن تمتلك ليس قلبنا فقط بل قلبنا.